أستاذ إدريس لقريني، لا شك أن هذه هي الزيارة تأتي في سياق دقيق بدأت فيه معالم المرحلة الانتقالية في التشكل. ما الذي تستنتجه من مضامين البلاغ الذي صدر عن هذه الزيارة؟ حقيقة أن الاهتمام المغربي بالمسألة المالية ليس جديدا كما قال الأستاذ قبل قليل، ولكن الاهتمام المغربي بالقضية المالية هي تنبعث أولا من الانفتاح البناء والانفتاح الحقيقي للمغرب إزاء إفريقيا، والذي تعزز طبعا في السنوات الأخيرة مع العودة للاتحاد الإفريقي. ثم كذلك لاحظنا أن المغرب ساهم بصورة كبيرة في تدبير الأزمة منذ بداية ظهورها، وأيضا لاحظنا كذلك مشاركة جلالة الملك كذلك في تنصيب الرئيس الذي أصبح سابقا رئيس كيبا في 2013، وكان حضورا وازنا إلى جانب عدد من الزعماء على المستوى الدولي. وطبعا الحضور المغربي اليوم يمكننا أن نفهم من خلال البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية قبل، يعني في أعقاب اندلاع الأزمة التي ترتبت عن يعني يعني الانقلاب الذي شهدته البلاد، أو ما يسميه البعض يعني الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، عندما أعلن المغرب على أنه يتابع عن كثب ما يجري في مالي. وكذلك المغرب يعني يتمنى و يعني يدعو الأطراف المتصارعة في مالي إلى أن تبلور حلولا تدعم أولا رغبة الشعب المالي نحو التطلع إلى مستقبل مستقر وظاهر، وأيضا تدعم كذلك بناء المؤسسات الدستورية واحترام الدستور في هذا الصدد. ولذلك يعني أعتقد بأن توجه المغرب اليوم بصورة يعني وازنة إلى يعني من خلال وزير الخارجية إلى مالي، ويعكس الرغبة في استقرار هذا البلد، وعيا كذلك من المغرب بأن ليس فقط يعني على مستوى تمثيل العلاقات الثنائية أو على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية، طبعا هذا وارد، ولكن أيضا حتى على مستوى السعي إلى تأمين هذه المنطقة، خصوصا نحن نعرف ما يجري في ليبيا من يعني من تطورات، وكذلك نحن نعرف منطقة الساحل وما تعرفه من تمدد للسيارات أو الحركات أو الجماعات الإرهابية التي تمددت في الآونة الأخيرة، التي استغلت فيها ارتباكات الأوضاع في هذا البلد والشاسع. وبذلك المغرب طبعا له تصور نحو إرساء الاستقرار في هذا البلد، وعيا بأن استقرار في هذا البلد هو يعني استقرار المنطقة، واستقرار يعني أو مساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.